Today we will have the implementation in Java for a class linked list. This is a user defined class. Yani this is done by you, by the programmer. It's not the linked class which is used by Java outside Java. Can we do that? Yes, of course. You have two options. Use something already exists في Java, اللي هو linked list, أو إنك to have your own implementation أو اللي هو development أو تبعك الخاص فيك في الجافا. خلينا نشوف نمر على معظم الايدياز أو على الأشياء الرئيسية اللي موجودة في الكلاس اللي هي الدبل linked list. Okay. فركزوا معنا بس خلينا نشوف الميثودز. طبعا الميثودز موجودين في السلايدز وإحنا يعني it's better to talk to them while looking at their code يعني الكود تبعهم في الجافا. وقارن في ذهنك while we are talking about the double linked list بين اللي هو الكود اللي راح ناخذه اليوم بين الكود اللي اخذناه في linked list العادية أو نسميها single linked list. linked list زي ما حكينا سابقا you can use it to store any type of elements. ممكن يكونوا ايش؟ integers, ممكن يكونوا long, ممكن يكونوا double, ممكن يكونوا string, ممكن يكونوا objects زيهم زي ايش؟ أي other data structure. الآن في هذا في الكلاس هذه طبعا مين بيحدد ايش هي الانفورميشن اللي بدنا نحددها في او اللي نعملها تخزين او ايش نوع التايب اوف انفورميشن اللي هي الكلاس لينك اللي هي اللينك الوحده انا ايش الانفورميشن بدي اخزنها فيها. فور اكزامبل هير انا بدي اخزن ايش الدي داتا والدي داتا هذه ايش انا مسمي دي داتا الفيلد اللي راح يكون جزء من اللينك اوبجكت وراح يخزن ارقام اوف تايب لونج. طبعا بما انها دبل لينكد ليست حكينا في المحاضره الماضيه انه لازم يكون في عندي تو ريفرنسز. في عندي النكست ريفرنس اللي هو بيوديني from the first to the second from the second next to the first to the third والnext تبع third to the fourth and so. الان اضفنا اللي هو another link اللي هو البريفيوس. البريفيوس حقيقه هو ايش؟ هو اللينك اللي بيكون ايش من الاسم البريفيوس او اللي بيكون ايش اللي قبل اللي هو قبل هذا اللينك. فاذا بنيجي على اي لينك وبنحكي له البريفيوس بيودينا على ايش اللينك اللي قبله. اذا بنحكي له نيكست بيودينا على اللينك اللي بعده. اوكي فالبريفيوس هي لينك في الليست دائما بيوديني على اللينك. طبعا هي اللينك ليست هي عباره عن مجموعه من اللينكس ممكن يكون 10 100 1000. فاذا بتروح على اللينك 50 النكست تبعه بيوديني على 51 والبريفيوس تبعه بيودينا على 49. اوكي طيب فعشان هيك هيكون في عندي هون الان يعني كان عندي 1 لينك اللي هو نكست الان صار في عندي لينك اسمه بريفيوس. طبعا الكونستراكتر ما اختلف كثير عندي هون. الكونستراكتر المهمه تبعته مش النكست والبريفيوس. الكونستراكتر هو المهمه تبعته ايش الانفورميشن اللي لازم نخزنها في هذا اللينك قبل ما نضيفه للينكد ليست. اوكي فإذا هنا بما انه انا اخترت التايب اوف داتا لونج فمعناته ايش؟ الكونستراكتور راح ياخذ لونج فاريبل ويخزنه في الدي داتا. نيكست والبريفيوس طب ايش؟ بعد ما نعمل كريت الاوبجكت راح يكون في قيمه للدي داتا حسب القيمه اللي انت مررتها للكونستراكتور 10 100 20 1000 وات ايفر. بس حقيقه قيمه النيكست والبريفيوس راح يكونوا بشكل مبدئي اللي هم قيمه نل. لانه اي شيء reference تعطوش value بيكون default له null null value. اوكي طيب display link اللي هي كمان جزء من اللي هي class link الهدف منها انه system out print لمين؟ للinformation اللي داخل هذا اللينك او النود اللي هي ايش طبعا اللي هي الفاليو تبعت ال data. فاذا هذا كل اللي بيسويه ايش constructor تبع اللينك. الآن حتى ننظم عملية اللينك هذا ونخلي اللينكد ليست مكونة من مجموعة من اللينكس كل لينك يحتوي على دي داتا وعلى نيكست وعلى بريفيوس عملنا اللي هي الكلاس اللي هي سميناها الكلاس دبلي لينكد ليست. ليش سميناها دبل أو دبلي لينكد ليست؟ حقيقة لأنه فيها تو لينكس يس لأنها فيها تو لينكس دبل يعني مو لينك واحد فيها تو لينكس فيها ايش نيكست وفيها فيرست عشان سميناها دبل linked list. اوكي طيب اذا حقيقه انا بحاجه الى linked list ممكن تكون مكونه من
one element من one link. طبعا لما نحكي عن element في linked list we are talking about link object, يعني how many links موجودين عندي أنا في هاي linked list. ممكن يكونوا واحد, ممكن يكونوا اثنين, ممكن يكونوا 100, ممكن يكونوا 1000, ممكن يكونوا مليون. فأنت yes, يعني عددهم زي الأري, يعني you can't control اللي هو النمبر. وانت مثلا fact it's better than الأري. ليش؟ يعني السايز تبعها ما بتحدد بعشرة أو بعشرين في الكومبايل تايم. فأنت كل ما تزيد لللينكد ليست بتكبر, كل ما تعمل ديليت ايش والشرينك راح يقل السايز تبعها. فهي دايناميك داتا ستراكشر. فاللينكد ليست تستخدم او تفضل اوفر اللي هي الاري لانها عباره عن دايناميك داتا ستراكشر, ما في له سايز ثابت, يعتمد على الران تايم. يعني السايز تبعه في الران تايم بنحدده. كل ما نعمل كرييت بيكبر الحجم, كل ما نعمل ديليت بيقل الحجم. بينما الاري فور اكزامبل اذا حددنا ان الاري 100 اليمنت, فمعناته هي راح تضل 100 اليمنت سواء خزنت فيها او ما خزنت فيها. الكومبايل تايم راح يحدد يحجز 100 اليمنت, فانت استخدمتهم او ما استخدمتهم راح يضلوا طول البرنامج محجوزين. فهي نسميه ستاتيك داتا ستراكشر. يعني ايش؟ يعني ثابت السايز تبعه. بينما اللينكد ليست احد ميزاتها الرئيسيه انها بتزيد تكبر او بتقل السايز تبعها من في الميموري حسب عدد الاليمنتس الموجودين فيها. الايديا انه لازم نعمل اللي هي الكلاس دبل لينكد ليست عشان اللينكس هذول ننظم الاوبريشنز تبعونهم. ولازم يكون في عندي, لازم يكون في عندي الابيليتي اني اوصل للفيرست لينك اللي هو باستخدام اللي هو الفاريبل فيرست اوف تايب لينك. وهون عامله برايفت انا طبعا, او هو عامله في الكتاب الاوتر تبع البوك. واللاست اللي هي راح تكون ايش؟ اخر لينك في هذه اللينكد ليست. طب الاشياء بتوين بين الفيرست وبين اللاست, اذا كنا عندنا 100 لينك الفيرست راح يكون الاول واللاست راح يكون ايش؟ ال100. طب كيف بدي اوصل للباقيين؟ اجين الفيرست دوت نيكست بوديني على الثاني, الثاني دوت نيكست بوديني على الثالث, الثالث, ودائما بنحط كرنت اللي هو يتحرك من الفيرست تو ذا لاست. كيف بيتحرك؟ باستخدام اللي هي الجملة current equal current dot next. okay. طيب اذا عندي هنا صار في عندي two fields اللي هي first والlast. okay. طيب خلينا نجي على هنا display او ال constructor اللي هو doubly linked list. بكل بساطة we are creating, لما نعمل create a new doubly linked list راح يكون first equal null واللast equal null. this means انه اللينكد ليست بشكل مبدئي راح تكون عندي ايش؟ امتي, فاضي, ما فيها ولا ايمنت. اوكي اوكي الان نبلش في الميثودز اللي هم موجودين ملخصين عندكم في الـ في الـ في السلايدز, بس هون رايحين ايش ناخذهم بشكل على شكل امبلمنتيشن حتى نفهم اللي هو كيف شكلهم او ايش الايدياز المين ايدياز اللي فيهم. طيب في عندي هون الميثود اللي اسمها ايش؟ از امتي. طب الميثود هذه اللي از امتي من اسمها ايش بتسوي؟ ات ويل ريتيرن بوليان يا ترو يا فولس. امتى راح تكون اللي هي ترو؟ راح يعني ايش؟ امتى اللينكد ليست تكون فاضيه؟ لما ما يكون في عندي ولا ايليمنت داخل هذه اللينكد ليست. بمعنى اخر انه الفيرست على مين بما ريفرنس؟ على النل. ففي حاله الفيرست ايكوال ايكوال نل, فمعناته ايش؟ ات ويل ريتيرن ترو, فاذا راح تكون ايش؟ فاضيه. اذا كان الفيرست ايكوال ايكوال نل فولس, فراح يرجع لي فولس انها نوت امتي, يعني تكون ايش؟ لسه فيها انه فيها ايليمنت. طيب نيجي على النيكست اللي هي الانسرت فيرست. الانسرت فيرست اخذناها قبل هيك في اللي هي سنجل لينكد ليست. بس هون حقيقه يعني ايش الفرق راح يكون؟ الفرق هنا انه بدنا البريفيوس. في عندي هنا لينك اسمه البريفيوس لازم اتعامل معه. في سنجل لينكد ليست ما كنا نتعامل مع البريفيوس. هون دائما في اي كل الاوبريشنز اللي اخذناهم سابقا راحين نتعامل مع اللي هو لينك جديد اسمه البريفيوس, اللي لازم اتاكد دائما انه بيعمل ريفرنس لمين؟ لللينك اللي بعد ولا لللينك اللي قبل؟ من اسمه previous. هذا ايش؟ بيعمل ريفرنس لللينك اللي قبل في اللي هي او البيفور لينك اللي هو في اللينكد ليست. النكست اللي بيعمل ريفرنس لا اللي هو ايش؟ الافتر اليمنت في او الافتر لينك في اللينكد ليست. طيب الانسرت فيرست دائما بنعمل انسرت وين؟ في البدايه في الفيرست كالعادة, زي ما اخذنا في المحاضره في الـ في الـ في الامبلمنتيشن تبع اللي هو سنجل لينكد ليست. راح يكون في عندي نيو لينك مكون من الانفورميشن الدي دي
اللي هي انت بتكون انت بعتت عشان تخزنها في هذا اللينك. اذا صار في عندي اشي اسمه نيو لينك، هذا النيو لينك بده يصير ايش فيرست، فكونه بده يصير فيرست في عندي كيسز لازم اخذها في الاعتبار. في حالتي اذا كان is empty، لاحظ انه هنا is m f is empty، ايش يعني is empty؟ هذه مين بحكي لها من وين جبناها ال is empty؟ مين عنده فكرة؟ دكتور هي زي معنى النل، هاي طلع هذه هي عبارة عن ميثود، هي موجودة هون عملنا لها كول، يعني هون هاي عملية كول للميثود هذه. إذا بنعمل كول من داخل الكلاس على الميثود ما في داعي أحط أوبجكت، بعمل كول مباشرة لهذه الميثود اللي هي is empty، فبحكي له if is empty فبروح بنفذ الميثود هذه فبرجع لي يا true يا false. فإذا كانت true يعني if is empty هاي الميثود رجعت true معناته first يساوي null، معناته ما فيها ولا element، فمن الحالة هذه last راح يكون ايش يساوي لنيو لينك. ليش؟ لانه النيو لينك هذا راح يكون هو اول element راح يضاف لمين، او اول لينك راح يضاف لا، او اول object راح يضاف للينكد ليست، عشان هيك هو راح يكون الفيرست، هو راح يكون ايش اللاست ات ذا سيم تايم. عشان هيك اذا كانت از امتي اللاست يساوي نيو لينك. ليش نيو لينك؟ معناها كان بدنا نعمل انسرت فيرست لانه هي امتي، فلما تكون امتي الفيرست واللاست بيكونوا بيأشروا على نفس اللينك اللي هو ايش الفيرست، الفيرست واللاست بيكون فيهم ايش لينك واحد. عشان هيك شيكت الكيس هذه انه اذا كانت از امتي اللاست يساوي نيو لينك، اللي انا بدي اعملها فيرست، else انها مش امتي، الالس انه كان فيها ارد، يعني كان فيها فيرست وكان فيها لاست، يعني الالس هنا معناته انه هذه مش امتي، فبيكون فيها فيرست سابق قديم وفيها لاست لينك قديم. فشو بسوي؟ انا بدي احط في الفيرست، اذا الفيرست دوت بريفيوس كانت سابقا ايش الفيرست القديمه، البريفيوس تبعها كان نال لانها اول وحده وما في شيء بريفيوس قبلها فبيكون نال. بس الآن لما أحكي له first previous equal new link، إذا the previous للفيرست القديمة صار يساوي إيش للنيو لينك، يعني النيو لينك هسه بصير هو الفيرست، عشان هيك هاي بدها تصير second الفيرست، عشان هيك the previous تبعها لازم يأشر على الأولى اللي هي النيو لينك، النيو لينك دوت next اللي راح تيجي وراه اللي هي الفيرست القديمة. إحنا سنتعامل مع الفيرست على أساس إنها إيش الفيرست الأولد فيرست. الآن الفيرست غيرناها اصبحت تساوي لنيو لينك اللي عملناه، اوكي؟ فالفيرست اوتوماتيكلي هذه راح تصير السكند، وهذه راح تصير ايش الفيرست هي الاولى اللي هي النيو لينك اللي عملناها الان، اللي عملناها في بدايه اللي هو الميثود، اوكي؟ فاذا الفيرست بريفيوس القديمه راح تصير تساوي نيو لينك، لان هي صارت راح تصير الثانيه هذه، فالبريفيوس تبعها راح يوديني على الاولى اللي هي النيو لينك. والنيو لينك نيكست راح يوديني على الثانية اللي هي الفيرست القديمة، والنيو لينك الآن أصبح هو الفيرست لأن الفيرست إيكوال نيو لينك، أوكي؟ فإذا إيش بتختلف عن المثل اللي أخذناه سابقاً؟ إنه البريفيوس، إنه دائماً لازم أغير في قيمة البريفيوس بحيث إنه دائماً يأشر على النود اللي قبلها. في أي سؤال على الإنسرت فيرست؟ إذا نفس الإنسرت فيرست اللي أخذناه سابقاً، باستثناء انه البريفيوس هنا لازم تتاكد انها في النود الفيرست القديمه صارت تاشر على النيو لينك اللي هو ايش اللي راح يصير اللي هو الفيرست الجديد. فكل ما نعمل انسرت فيرست بتكون ايش بعمل لي لينك اوبجكت وبحطه ايش بخلي الفيرست ياشر عليه، واللي كان فيرست بصير هو السكند. اذا عملنا كمان انسرت فيرست بصير الفيرست هو الثاني، واللي كان فيرست بصير الثالث، وهاي اللي نيو لينك هي بصير فيرست، اوكي؟ اذا هذا المبدا تبع الانسرت فيرست. طبعا اذا كنت مش فاهم شو اللي يعني اذا كان في كونفيوجن عندك اللي جوا في الكود، يعني فروم ذا نيم اعرف انه الانسرت فيرست دائما بتعمل انسرت كرييت لاوبجكت وبتعمل له ايش بتخليه هو الفيرست، اوكي؟ فاذا افهم عمل اللي هو يعني ايش المطلوب الفكره ذا ايديا to understand the method and what this method do and يعني بعدين try to understand the details تبعون الميثودز، اوكي؟ طيب الانسرت لاست، الانسرت لاست احنا بدل ما صار فينا الان ايش دبل لينكد ليست، فانا عندي الابيليتي ان اعمل انسرت مش في الفيرست، انها تكون هي الاخيره اللي بدي اعملها، دائما اعمل انسرت في اللاست. فالان كيف ممكن نعمل انسرت في اللاست؟ طبعا السطر الاول نفس الشيء، لازم اعمل نيو لينك اوبجكت
من الانفورميشن العدد اللي انا بدي اخزنه في هاي النيو لينك اللي هو 10 100 اي شيء بدك اياه حسب الابلكيشن اللي في المين. فالان عملت النيو لينك، هذا النيو لينك انا ما بدي احطه في الفيرست، بدي احطه في بدي احطه في اللاست. فكون بدي احطه في اللاست لاحظوا انه هنا ايش اف از امتي، بعمل كول الاز امتي، هل هي فاضيه اللينكد ليست؟ هل هذه هي اول نود او اول لينك لازم اضيفه لها؟ اذا كان اول لينك معناته الفيرست واللاست لازم ياشروا على هذا النيو لينك، فعشان هيك حكيت الفيرست ايكوال نيو لينك. طب اوكي واحد بيحكي طب ما انت بتحكي انسرت لاست، كيف صارت الفيرست ايكوال نيو لينك؟ ما هي فاضيه از امتي، كونها فاضيه النيو لينك الجديد هذا هو راح يصير الفيرست وهو راح يصير اللاست ات ذا سيم تايم، اوكي؟ هو راح يصير اللاست، فالفيرست ايكوال نيو لينك وفي النهايه لاست ايكوال نيو لينك. هذا في حاله ايش؟ لما تكون ايش؟ از امتي. طب else else معناتها is not empty، يعني ايش does not is not empty؟ معناته فيها first وفيها ايش؟ last. فاذا كيف بنضيف النيو لينك في اللاست؟ اللاست next طبعا هي اللاست تكون متأشر على وحده، بس الان اللاست شو بدها تصير؟ النيو لينك. فاللاست next ايش بدها تصير؟ اللي هي النيو لينك. وبما انها اللاست البريفيوس تبعها بده يكون اللاست القديم، فاذا النيو لينك previous يساوي اللاست القديمة، والآن هي النيو لينك صارت اللاست في الستيتمنت هذه اللاست equal نيو لينك. اوكي طبعا تفهم كل ستيتمنت شو تسوي والترتيب تبع الستيتمنت هذا is very important. هون ايش الكيس اللي نعالجها؟ هون الكيس اذا كانت فاضية فبيكون الفيرست كمان هو النيو لينك مش بس اللاست. else اذا كانت هي مش فاضية فمعناته اللاست الان اللي بده يجي بعدها اللي هي اللاست الجديد اللي هي النيو لينك اللي عملته، فاللاست نيكست ايكوال نيو لينك. بما انها هي اللاست معناته مين البريفيوس تبعها بده يكون؟ بده يكون يساوي اللاست القديم. الان اللاست الجديد شو يساوي؟ النيو لينك اللي عملته انت. فالان صرت اعمل انسرت لاست. اذا ايش الانسرت لاست تسوي؟ مين بحكي لي؟ يعني حتى لو ما فهمتش اللي هو هذا كل اللي جوا، مين بحكي لي insert last ايش الايديا تبعتها؟ وين بتعمل insert للنيو لينك؟ طبعا مش في الفيرست ولا في الميدل، راح تعمل لنا insert دائما وين؟ في اللاست. يعني اي اي يس دائما بتكون ايش؟ في اللاست. ففي عندي صار في عندي insert first صار في عندي insert last. اوكي وبدك تفهم عمل كل واحده فيهم. لان الان delete first سهل جدا. delete first عم نعمل delete الاول ايش؟ الاول نود. طب الاول نود مين ايش اسمها او ايش الريفرنس تبعها؟ اللي هو الفيرست. فاذا قبل ما اعملها ديليت بدي اعملها ايش؟ ريتيرن، اللي هي ديليت فيرست وبدي اعمل ريتيرن لهي اللي بدي اعملها ديليت. فاذا شو بدي اسوي؟ لينك temp equal first اذا خزنتها في التمب عشان اعملها ريتيرن. اذا كان الفيرست نيكست ايكوال نال، لاحظ الكيسز اللي قاعدين نعالجها انه اذا كانت هي الوحيده اللي هي موجوده، يعني اذا كان النكس تبعها يساوي نال معناتها هي الوحيده الفيرست بس اللي موجوده داخل اللينكد ليست، معناته اذا حذفناها معناته اللاست راح يساوي نال، يعني لانها اصلا الفيرست واللاست اذا كان في عندي 1 لينك داخل اللينكد ليست الفيرست واللاست بيأشروا على هذه الوحده فقط. اذا كان عندي بس لينك واحد، اذا كان في عندي 2 لينكس الفيرست بيأشر على الاولى واللاست بيأشر على الثانيه، اذا كان عندي 10 لينكس الفيرست بيأشر على الفيرست لينك واللاست بتأشر على اللينك العاشر. اوكي طيب إلس اذا كان يعني فيها يعني اكثر من وحده معناته الفيرست نيكست اللي هي الثانيه البريفيوس تبعها ايش يساوي؟ نل. ليش البريفيوس تبعها يساوي نل؟ لان الثانيه اللي قبلها صارت نل، يعني بدي احذفها. فاذا ايش الفيرست نيكست اللي هي بتوديني وين؟ الفيرست نيكست هاي الجمله بتوديني على الثانيه، البريفيوس تبعها دوت بريفيوس اللي وراها اللي قبلها راح يساوي ايش؟ نل، لان بدي احذفه. طيب وبكل بساطه الفيرست بطلت تصير فيرست، الفيرست شو صارت تساوي؟ الفيرست نيكست، يعني صارت الثانيه، هاي الفيرست هي الاولى والفيرست دوت نيكست هي الثانيه، الفيرست صارت تساوي الثانيه اللي هي الفيرست دوت نيكست. لما بدي اعمل ريتيرن اللي حذفته الان، ريتيرن للتمب، انا خزنتها قبل ما احذفها هنا اللي خزنتها في التمب، فبعمل ريتيرن للتمب. اوكي؟ اذا ايش الفكرة الرئيسية في delete first؟ we always delete الفيرست link. طيب مين بصير الفيرست في هاي الحالة؟ دايما اللي هو second.
اللي عملت كمان ديليت بصير الثيرد والفيرست، اللي عملت ديليت بصير الفورت هو انسر. اوكي طيب بنفس المبدا هاو تو ديليت اللاست، ديليت اللاست يعني انا بدي عمليه ديليت لللاست لينك اللي هي اذا كانت في عندي فور اكزامبل 10 لينكس داخل هذه ايش اللي هي لينكد ليست، معناته الفيرست راح يعمل لي ريفرنس على اول وحده واللاست راح يعمل لي ريفرنس على رقم 10 لانه فيها موجود فيها 10 فور اكزامبل. فاللينك تم انا بدي احذف اي وحده زي ما حذفنا قبل شوي الفيرست بدنا نحذف اللاست، فمن الاسم ديليت لاست راح يحذف اخر وحده اللي هي رقم 10. رقم 10 مش معناته انه مخزن فيها 10، انه ترتيبها 10 لينك 1 زي الاري، الاري اليمنت 1 2 3 4 5 في عندي ايش اللي هي لينك 1 لينك 2 لينك 3 لينك 4 لينك 10، فبدي احذف العاشره فور اكزامبل. فالتمب ايكوال لاست، ليش عملت التمب ايكوال لاست؟ عشان اعملها ريتيرن في النهايه، لان انا اللي حذفتها بدي ايش اعملها ارجعها للمستخدم. طيب كيف ممكن نحذف اللاست؟ بدي اشوف هنا اول شيء انه هل هي مكونه من 1 نود ولا لا. اذا كانت مكونه من 1 لينك معناته الفيرست واللاست، اذا كان الفيرست دوت نيكست ايكوال نل، هاي ستيتمنت ايش معناتها؟ معناتها انه في عندي فقط لينك واحد مش 10. اذا كان عندي لينك واحد فالفيرست واللاست بيكونوا الاثنين بيأشروا على هذا اللينك، فعشان هيك خليت الفيرست يساوي نل، لانه ايش هي اصلا فيهاش الا واحده الكيس هذه. else بيكون في عندي ايش اكثر من واحده، بيكون في عندي فيرست وسكند وثيرد ولاند اللاست. اذا كيف بحذف اللاست؟ باجي على اللاست، اذا حذفت اللاست مين اللي بصير اللاست حقيقه؟ اللي قبلها اللي هو البريفيوس او اللي هي ايش بتكون اللي بيفور، عشان هيك باجي على اللي قبلها اللي هو لاست وبحكي له لاست اللي هي اخر وحده. لاست بريفيوس راح توديني وين؟ مين بحكي لي مين لاست لما احكي له لاست بريفيوس؟ اقرب واحد اللي هي قبل الأخير بواحد، اللي هي قبل الأخير يعني اللينك اللي قبل الأخير. فاللينك اللي قبل الأخير المفروض النكس تبعه يساوي اللاست، بس النكس تبعه أنا شو سويته؟ يساوي إيش؟ النل. فاللي قبل الأخير النكس تبعها يساوي نل، فإذا إيش؟ أنا بدي حذفت اللي هي إيش؟ الأخيرة. طب مين الأخيرة صارت؟ اللاست اللي هي اللي قبل الأخيرة، اللاست دوت بريفيوس اللي هي إيش؟ اللي قبل الأخيرة. فإذا هذول التو ستيتمنتس بيعملوا ديليت لا اللي هو اللاست نود. كيف عملت لها ديليت؟ خليت اللي قبل الأخيرة اللي هي اسمها لاست بريفيوس، لاست بريفيوس برجعني خطوة لورا من اللاست اللي هي قبل الأخيرة، النكست تبعها يساوي نل، النكست تبعها المفروض يساوي لاست أصبح يساوي نل. الآن اللاست مين صارت؟ اللاست بريفيوس اللي هي ايش؟ اللي قبل الأخيرة. فبالطريقة هذه نكون عملنا ديليت لللاست. طيب بشكل عام ايش هي الديليت لاست؟ شو بتسوي؟ ايش الايديا تبعت الديليت لاست في لينكد ليست؟ انها بتعمل ديليت لاخر لينك موجود في اللينكد ليست. طب مين بصير اللاست؟ اللي بصير اللاست اللي هو قبل الاخير، اللي كان قبل الاخير هو اللي بصير اللاست. اوكي طيب نيجي على اللي بعدها اللي هي الانسرت افتر. يعني احيانا ما بدك انت تعمل insert first ولا insert last، بدك تعمل insert after. after تاخذ الكي اللي بدي اعمله، فور اكزامبل بدي ادور على value للدي داتا value معينه وبعدين اخزن وراها اللي هي ايش الvalue، اعمل link من الدي دي واخزنها بعدها. اوكي فاذا هي راح تتضمن عمليتين، عمليه search على الكي وبعدين ايش لما الاقي الكي اعمل new link وراء مباشرة. طيب لينك ايك، طب كيف بدنا نعمل سيرش؟ كلنا بنعرف كيف سيرش. اول شيء اللينك كرنت بنبلش دائما من ايكوال فيرس اخذناه سابقا، وايل الكرنت دي داتا لا تساوي الكي راح نضل نعمل سيرش. كيف نعمل سيرش؟ الكرنت دي داتا لا تساوي الكي، معناته انا بدي انتقل للي بعدها، فالكرنت ايكوال ايش؟ الكرنت نيكست. إذا وصلت للنهاية مع ريتيرن فولس لأنها مش موجود الكي داخل هذه اللينكد ليست. الآن بس أطلع من الوايل بيكون الكرنت بيأشر على مين؟ بيكون بيأشر على الكي، على اللي موجود فيها الكي.
فشو بدي اسوي فيها؟ انا ما بدي اعملها ديليت، بدي اعمل نيو لينك، نيو لينك من الدي دي واحط وراها ورا الكرنت. طيب الان في كيسز بدي اتعامل معها، اذا كانت الكرنت وصلت الاخير يعني هو الكي اللي يعني انا بدي اضيف الاخير، معناته لان الكرنت ايكوال لاست، الكرنت اللي تحتوي على الكي ايكوال ايكوال لاست، معناته كيف ممكن اضيف اللاست نفس اللي عملناه قبل شوي اللي هو النيو لينك نيكست ايكوال نال، واللاست راح تكون تساوي النيو لينك اللي عملته انا اللي هو الجديد. اوكي، هاي في حاله اذا كانت الكرنت ايكوال لاست، يعني الكرنت بعد ما دورت على الكي اكتشفت انه هذا الكي موجود في اللاست. صح دكتور، انا yes. بستغل القيمه هاي واللي قبلها. اكزاكتلي فاذا ايش النيو لينك نيكست، خلاص هي راح تصير اللاست، هذه النيو لينك، فالنيكست تبعها يساوي نال واللاست تساوي النيو لينك، صارت الان اللاست ايكوال النيو لينك. ايلس معناته ايش؟ هي مش اللاست، كيف بدي احطها بعد الكرنت؟ يعني بدي احط النيو لينك بعد الكرنت، النيو لينك دوت نيكست ايكوال الكرنت دوت نيكست، يعني ايش اللي كانت اللي ورا الكرنت بدها تصير ورا النيو لينك، لان يعني بدي احطهم في النص بين ايش؟ النيو لينك بدها تيجي بين الكرنت وبين الكرنت نيكست، عشان هيك النيو لينك نيكست راح يساوي الكرنت نيكست. هو يعني الكرنت نيكست بريفيوس، الكرنت نيكست بريفيوس يعني اللي كانت فور اكزامبل اللي هي بعد الكرنت او بعد اللي بدي اعملها، البريفيوس تبعها هو الايكوال للنيو لينك، النيو لينك بريفيوس تساوي الكرنت، اذا هي صارت ايش؟ هي بعد الكرنت، يعني البريفيوس تبعها يساوي الكرنت، فانا حطيتها بعد الكرنت اللي هو الموجود فيها الكي. الكرنت نيكست ايش يساوي؟ اللي هو النيو لينك، لانها هي راح تيجي بعد الكرنت، فالكرنت نيكست راح ياشر على النيو لينك اللي عملتها. ايش الايديا تبعت هذه الميثود؟ يعني انا باجي هون على اللونج دي دي، بعمل منها نيو لينك وبعمل سيرش على الكي موجود في اي لينك، وبيطلع عندي هنا اسمه الكرنت، وبعده بعد الكرنت بينضاف لنيو لينك اللي انا ايش المكون من الدي داتا دي دي. اوكي، فاذا هنا ايش الانسرت افتر، بعد اي كي فاليو معينه بعمل انسرت لنيو نود مكون من الدي دي. هاي الفكره الرئيسيه تبعت الانسرت افتر. اوكي، ديليت كي، كيف بدنا نعمل ديليت؟ مش للفيرست ولا للاست، نعمل ديليت ديبندنت على الفاليو تبعت الدي داتا. طبعا اكيد رايحين، يمكن حكينا سابقا انه لازم نعمل سيرش اللينك كرنت، راح نبلش نعمل سيرش الكرنت من الفيرست، واي الكرنت دي داتا لا يساوي الكي الكرنت ايكوال كرنت نيكست. لما نخلص الكرنت ايكوال نال دائما نعيد نفس الكود، فاذا ايش؟ ريتيرن نال. اذا كان الكرنت يساوي الفيرست، يعني اذا كان الكي موجود اللي بدنا نحذفه موجود في الفيرست، فكاني بدي احذف الفيرست، فالفيرست مباشره راح شو تساوي؟ الكرنت دوت نيكست، يعني راح تصير الاولى راح تساوي الثانيه اذا كانت الكرنت ايكوال فيرست. مين بيحدد الكرنت؟ عمليه السيرش. طب السيرش على ايش؟ الكي موجود في اي نود، النود هذه يا اما بتكون نال اذا كانت موجوده، او بتكون داخل الكرنت، اذا كان الكرنت هو الاولى فاذا الفيرست ايكوال كرنت دوت نيكست. else معناته ايش؟ هي مش الفيرست، فكيف انا بدي اعمل ديليت لهاي النود؟ بدي اخلي اللي قبلها، بدي اعمل ديليت للكرنت. انا الان الكرنت هي اللي شود بي ديليتد، ليش؟ لانها هي اللي بتحتوي على الكي اللي بدي اعمل له الديليت، فالكرنت بريفيوس اللي قبلها ما بخليها تصير تاشر على الكرنت، والنكست تبعها ايش؟ هي اللي قبل الكرنت، النكست تبعها بياشر على الكرنت، لا بدي اخليه يصير ياشر على اللي بعد الكرنت، على الكرنت نيكست. فالان الكرنت بريفيوس نيكست تبعه ما بياشر على الكرنت، بياشر على اللي بعد الكرنت، فاذا شو سوينا؟ عملنا باي باس اللي هي الكرنت، اذا شطبنا الكرنت، الكرنت اصبحت غير موجوده. في انذر كيس بدنا هون نسويها، اذا كانت الكي او الكي موجود في الكرنت والكرنت هي اللاست، معناته بدنا نعمل ديليت لللاست. فبكل بساطه اللاست ايش راح تصير تساوي؟ الكرنت بريفيوس، فإذا ايش؟ اللاست بطل تأشر على الكرنت اللي هي آخر واحدة، صارت تأشر على اللي قبل الأخيرة للكرنت بريفيوس. فإذا في حالات يعني بدك تاخذها في الاعتبار، إنه هل هي موجودة في البداية في الفيرست، هل هي موجودة في اللاست الكرنت اللي بدي أحذفها، أو هل هي موجودة في داخل محذفها في داخل اللينك ليست محذفها بهاي الطريقة. وبنعمل ايش؟ فور إكزامبل اللي هو ريتيرن للكرنت اللي حذفناها أو عملنا لها
delete. طيب الآن هاي يعني هاي الميثودز ممكن تكون معقدة شوي وبدها شوي تفكير، بس هاي سهلة جدا المفروض الكل يفهمها، انه كيف بدنا نعمل display forward، يعني بدي اطبع كل محتويات اللينك ليست الدبل لينك ليست forward، حكينا ممكن نطبعهم forward ممكن نطبعهم backward، لانه فهم فيها ايش، فيها اللي هو النكست وفيها البريفيوس. كيف بدي اطبعها forward؟ يعني من كيف ايش يعني مقصود في display forward؟ هي ميثود to print دي داتا اللي هو الانفورميشن طبعا او الداتا مخزن في فاريبل اسمه دي داتا، بدنا نطبع الدي داتا الموجود في الفيرست بعدين السكند بعدين الثيرد بعدين الفورث لما نوصل عند اللاست. اذا هذا بنسميه فورورد، يعني ايش فروم فيرست تو لاست. الباكورد فروم لاست تو فيرست، كيف بدنا نطبع من الفيرست تو لاست؟ طبعا هنا لاحظ عندي هنا سيستم اوت برنت ليست من الفيرست تو لاست، راح يطبع لي هاي الستيتمنت. راح نبلش لينك كرنت ايكوال فيرست، راح نبلش من الاولى while current not equal null، ما وصلنا اخر اللي هو linked list current display link. display link طبعا اذا بتروح عليها في الكلاس link شو بتسوي؟ بتعمل system out print للcurrent dot d data، فاذا بيطبع لي ايش ال d data الموجود في current. الان بدي انتقل للليمنت اللي بعده current equal current next، ايش النتيجه راح تكون؟ راح تكون طبعت كل linked list from first to last. الآن إيش الفائدة؟ حكينا في الدبل لينكد ليست إنه ممكن نطبع بطريقة عكسية. طيب كيف بدنا نطبع من الأخير from the last to the first، يعني last بعدين اللي قبل الأخيرة بعدين اللي قبلها قبل لما نوصل الفيرست. نفس المبدأ تبع اللي هي ال forward نفسه الباكورد، بس بدل ما أبلش من الكرنت إيكوال فيرست ومن وين بلشت؟ طباعة من الكرنت إيكوال last، ولما أوصل الأول واحد الفيرست بيكون إيش الكرنت اللي هو البريفيوس دائما بيكون لا يساوي نل، فاذا لما يوصل اول وحده بيكون ايش البريفيوس نل، فبيصير قيمه الكرنت نل. اجين راح يطبع الكرنت سبلاي لينك اللي هو ايش الدي داتا اللي موجوده في الكرنت، بس الكرنت ايش هو الان لاست. طب كيف بدي احركه على قبل الاخيره الستيتمنت هذه؟ بدل ما كانت الكرنت ايكوال كرنت نيكست شو صارت تساوي؟ كرنت ايكوال كرنت بريفيوس، يروح على قبل الاخيره وبيطبعها، واللي قبلها وبيطبعها، واللي قبلها يطبعها، لما يروح على الفيرست وبيطبعها، بعدين الفيرست فيرست بريفيوس نل، فاذا ايش صارت النل فبيطلع من الوايل لوب. اوكي يس، بس سؤال ليش حطينا وايل لوب ما دام الكرنت اصلا انا حرجع على البريفيوس، فيش داعي للنل ما دام هو اللاست؟ يعني النل انا كنت حاط عشان انا بدي النكست تبع الكرنت، ما دام بدي البريفيوس ليش حاط نل دكتور؟ طيب ايش ميزات الفيرست؟ يعني انا امتى راح اوقف؟ لما اوصل اطبع الفيرست اوقف. لاحظ اتذكر انه البريفيوس تبع الفيرست يساوي نل، فاذا راح يصير الكرنت لما احكي له كرنت ايكوال الفيرست، لما يصير الكرنت فيرست فيرست بريفيوس نل، فالكرنت راح يصير نل فبوقف. في حاله هنا في حاله الفورورد امتى راح يصير نل؟ النكست لما اروح على اخر واحد اللاست النكست تبعها نل، فالكرنت راح يصير قيمتها نل بوقف. اوكي okay؟ اذا هي على جميع الجهات كرنت نوت ايكوال نل، بس حقيقه لما امشي فورورد النكست لللاست راح يكون نل، والبريفيوس هون انا بمشي من الاخير للاول، البريفيوس للفيرست للاول اللي هو ايش راح يكون نل، فعشان هيك راح اوقف. اوكي واضحه؟ دكتور تمام. الفيرست البريفيوس تبع الفيرست نل، اللي هي النكست تبع اللي هي اللاست نل. اوكي لان اخر واحده ما في شيء بعدها النكست نل، اول واحده ما في شيء قبلها البريفيوس تبعها نل. طيب الان هذا اللي بيهمنا اللي هو هاي الابلكيشن اللي بدنا نفكر فيها وبدنا نشوف كيف تشتغل الان حسب الميثودز اللي اخذناهم قبل شوي. هذا اللي بيهمنا الكلاس، ذس كلاس از فيري امبورتنت، هاي مهمة جدا وهاي مطلوبة انك تعرفها وتفهمها بشكل ممتاز، حتى لو اللي قبلها يعني كان في شوية ضعف في فهمها في فهم الميثودز، بس this how to use اللي هي linked list this very important، هذا everybody should know it. اوكي okay؟ طيب لما نحكي له doubly linked list the list equal new doubly linked list، ايش النتيجة تبعت هذه؟ what's the result of this statement اللي هي statement الأولى هذه؟
اللي هي الستيتمنت الأولى. بيكون نال كل شيء فيه، يكون الفيرست واللاست نال. أحسنت. أصلا عندي في لينك الليست أوبجكت اسمه ذا ليست، الفيرست اللي داخل ذا ليست نال واللاست نال ات ذا سيم تايم. أوكي طيب، الآن بعد ما أعمل الثري ستيتمنتس هذول إيش النتيجة راح تكون؟ insert the list insert dot insert first 22 the list insert first 44 the list dot insert first 66. مين بحكي لي إيش النتيجة لهذول الثري ستيتمنتس راح يكون؟ 42 22. الفيرست راح تكون تأشر على 66، النكست تبعها بعدين 44 22. إذا اللاست راح تعمل ريفرنس على 22 والفيرست راح تعمل ريفرنس على 66. اوكي مظبوط. طيب لما نحكي له the last insert last 11 كيف صار شكل اللينكد ليست او الترتيب اللي داتا فيها؟ راح تكون اول لينك له 66 بعدين 44 بعدين 22 اخر واحده ايش راح تكون؟ 11. طب اذا جينا هون عملنا الثري ستيتمنتس مع بعض هذول ايش الاوتبوت راح يكون؟ او مش الاوتبوت، ايش اللي هو الليست ايش راح تكون مشكله؟ الفيرست راح يضل 66 واللاست ايش راح يكون؟ مين بحكي لي اي وحده فيهم؟ بصير 55 اللاست بيكون 55. يس احسنت. فاذا الفيرست راح تكون 66 واللاست راح تكون 55. طيب الان لو طبعناها ذا ليست، طبعا ما فيش عندي بشارك غير بشار و عبد الله العموش، بدي حد ثاني اي واحد فيكم غير بشار وغير عبد الله يحكي لي الديسبلاي فورورد ايش راح يطبع لي على الشاشه الان؟ في حدا غير بشار وغير عبد الله العموش حاب يحكي؟ طيب تذكروا انه في علامه مشاركه، وتذكروا المشاركه مهمه جدا، المشاركة مهمة جدا مش بس عشان علامة، عشان ايش؟ تقييم، عشان يعني تحفز نفسك وزملائك على فهم الموضوع. انت موجود، تفضل. الاسم عبد الله. عبد الله انا مش عبد الله العموش. مش عبد الله، عبد الله جعفر. اوكي يعني انا يعني حقيقة يعني الاسماء المشاركين طبعا يعني راح يكونوا لهم يعني نظرة خاصة في علامة المشاركة. طيب عبد الله ايش الديسبلاي فورورد ايش راح تطبع لي؟ راح تكون ايش؟ راح تبلش الكرنت وين؟ في الفيرست ايكوال فيرست اللي 66. فاول واحده ايش يا عبد الله؟ 66 44 22 بعدين كمل 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 لسه 11 33 55 اللي هي اللاست راح تكون ايش؟ 55. اذا الفيرست راح تكون 66 واللاست راح تكون 55. طيب مين؟ عبد الله الجريري. مين كمان بده يشارك؟ ديسبلاي باكورد. مين بيحكي لي ديسبلاي باكورد ايش راح تطبع لنا؟ راح نبلش من عند اللاست. مين هي اللاست؟ اللي هي اخر واحده دخلناها لاست اللي هي انسر لاست 55. راح يجي اللاست الكرنت ايكوال لاست 55 راح يطبع لنا 55 بعدين ايش اللي قبلها 33 بعدين 11 بعدين ايش 22 44 66. اوكي طيب ديليت فيرست راح تروح 66 راح يصير الفيرست مين؟ ال 44. طيب ديليت لاست راح تروح مين؟ ال 11 سوري ال 55 55 دكتور ال 55 نعم. مين راح يصير لاست اللي هي 33. يس طيب ديليت كي 11 راح يشطب ليش؟ يشطب ال 11 يشطب ال 11. فاذا كل واحدة بدك تفهم يعني مهم جدا تفهم شو كل واحدة بتسوي. الان لو حكينا السبلاي فورورد راح نكون فقدنا الفيرست وفقدنا اللاست وفقدنا ال 11. فإذا راح يبلش ايش؟ ديسبلاي فورورد. مين بحكي لي ايش راح يطبع لنا في الحاله هذه؟ مهم جدا. ديسبلاي فورورد عملنا ديليت للفيرست وبطلت تصير 66 صارت 44. فإذا ايش اول واحده راح يطبعها؟ 44 بعدين ايش؟ 22 بعدين 30 بعدين 55 بعدين 33
ال 35 لا عملنا لها ديليت لاست، فما راح ايش ما راح يعمل معناته 33 راح يطبع له 11. لا ليش لا عملنا لها ديليت. اوكي طيب هذا ايش ديسبلاي فورورد ديسبلاي طبعا ايش الان انسرت افتر 2277 يعني بعد ال 22 شو بدنا نطبع اللي طبعا هاي الفيرست كانت هاي السكند صارت 22 بعد 22 ايش بده يعمل insert ل 77 وبعد 33 بعد 33 اللي هي هذه طبعا هذه تر لما عملنا هون ديليت لل 11 وديليت لللاست اللي هي هذه مين اللاست كانت 33 فلما احكي له insert after 3388 حقيقه ال 88 شو صارت عندي هون في حالي هذه هي اللاست. احسنت. فاذا لو حكينا له display forward ايش الاوتبوت راح يكون؟ نعطيهم 22 الديسبلاي فورورد. ليش فورورد مش باكورد؟ فورورد طبعا احنا راح نبلش فورورد من الفيرست 616 هي 66 حذفناها 44 يس بعدين ايش ال 22 بعدين ايش اللي هي ال 55 شطبناها ما راح تطلع معنا شطبناها 33 33 بعدين ايش بعدين 88 بس اتذكر بعد 22 كنا حاطين 77 ف 22 ايش 77 بعدين ايش راح يطلع معنا اللي هي ال 33 بعدين ال 88 فاذا اللاست ايش صار عندي هنا ال 88 صارت اللاست. احسنت. لما احكي له ديسبلاي اللي هو ايش الديسبلاي فورورد اذا حكيت لو حكيت له هان ديسبلاي باكورد ايش راح يطلع لي راح يبلش من وين بالاتين الات وبعدين 33 وبعدين ايش الاوتبوت الباقي. اوكي فاذا مهم جدا انك تشوف اللي هو طبعا وتعمل مره من البرنامج راح يعطيك اللي هو نفس الاوتبوت اللي انت المفروض انك تتوقعه. اوكي بما ان هذه اخر محاضره عن اللينكد ليست حاول انك طبعا راح يكون في assignment يوم الخميس وراح يكون في عندنا exam يوم الثلاثاء القادم اللي هو quiz على اللي هو linked list. لاحظ linked list كيف ممكن نعملها بطريقة اخرى ببساطة شديدة جدا. ممكن نعمل import لجافا utility dot star اللي فيها linked list. هون ايش بعمل linked list. شوف كيف في الجافا linked list of string a1 سميتها يكون linked list. فما في داعي نعمل implementation للlinked list عشان استخدم linked list. فممكن استخدم اللينكد ليست بهذه الطريقه. الان ايش التايب سترينج؟ فاذا ايش اللي هون في عندي الميثود اد رافي في جاي رافي اجي تعمل اللي بدك اياه. الان لاحظ انه كيف لما تطبعهم ايش بيعطيني كل هذول الاليمنت. الخلاصه انه يعني يو كان يوز اللينكد ليست من غير ما تعمل امبلمنتيشن او انك تعمل امبلمنتيشن زي ما عملنا احنا، واحنا مطالبين بهذا الكود انه كيف نعمل ديزاين لللينكد ليست وكيف نعمل اللي هم تركز بشكل اكثر اللي هو على what's the result after inserting after deleting after كل هاي الاشياء. اوكي هذا راح يكون موضوع اللي هو الاساينمنت والكويز اللي هو تبع المحاضره القادمه اللي هو يوم الثلاث الكويز. وبكره راح يكون لنا او اليوم راح احط لكم ان شاء الله اساينمنت في هذا الموضوع. اوكي طيب مين في عنده اي سؤال او استفسار؟ the basic things يهمني طبعا التعليم عن بعد the basic things is the most important for now. okay مين في عنده اي سؤال او استفسار؟ يعطيك العافيه دكتور. الله يعطيكم العافيه and see you next class with next chapter.